هذا شيخنا الآن بركة أيامنا الشيخ محمد بن حميد الصوافي، متعنا الله بحياته وعافيته، حياته كلها مع الله. ما تتأثر أنت، ما تتكهرب كذا لما تزوره وتشوف كيف أحواله. كل ما وجد فرصة انطلق مع القرآن الكريم، كل ما وجد يقرأ القرآن. كجالسين مرة معه يسجل برنامج إذاعي، برنامج الإذاعي هذا المعروف، بمجرد أن انتهى أعطانا ظهره بدخل الغرفة هذه، بس أعطانا ظهره كذا وبدأ يقرأ القرآن. حتى أنا ظننت أن هذه الآية تقرأ عند دخول البيت، فلما رجعت ما سألته عندها، فاتصلت بقول للشيخ أنت لما دخلت الغرفة قرأت الآية الفلانية من سورة الأحزاب، فهذه الآية تقرأ عند دخول البيت؟ ما وجدتنا في الأثر. قال لا، أنا كنت واصل هناك وأكمل، أنا واصل في قراءة القرآن وردي هنا فأكملت. لا إله إلا الله، ستة أجزاء في اليوم مع مشاغله، مع مشاغله التي لا تخفى على من عاش مع الشيخ وعرفه، حياته كلها يعني كأنه ممتثل قول ذاك الرجل من السلف: حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا تلك النعم فتعود عليكم نقما. حياته للناس، يقضي حوائجهم، يحل خصوماتهم، يستفتونه فيفتيهم، يزوج عزابهم، يقضي ديون أصحاب الديون، يساعد أصحاب، يعني حياة عجيبة. ومع ذلك ورده الذي يلازمه من القرآن ستة أجزاء في اليوم وقيام الليل، هذا يعني هذا أمر ألزم نفسه به إلزاما. هذا لما تزور مثل هذا البرك، هذا ما تتكهرب شوية؟ ماشي البر أبدا، ماشي إرسال، ماشي إرسال، الشبكة عندك تعبانة، يعني خارج تغطي أحسن تهنأ.